رد المجتمع الدولي على الفظائع التي ارتكبتها الدول والجماعات المسلحة مشين وغير فعال، هكذا افتتحت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن واقع الحريات وحقوق الإنسان في العالم. المنظمة طالبت دول العالم بالعمل وبسرعة على مواجهة الطابع المتغير للنزاعات وحماية المدنيين، كما اتهم أمينها العام سليل شيتي أعضاء مجلس الأمن الدولي بالمشاركة في الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون. الأعضاء الأقوياء في مجلس الأمن الدولي يسيئون استخدام حق الفيتو لتحقيق مصالحهم السياسية دون التفكير في حماية المدنيين في العالم. المنظمة الدولية كررت نداءاتها المطالبة بحماية المدنيين في ظل ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، نداءات لم تجد على ما يبدو آذانا صاغية في معظم الدول العربية. كانت سنة سوداء بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الأول حياة ملايين من البشر من الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ابتلت بسبب نزاعات مسلحة. وتيرة الانتهاكات ازدادت حدة وسوءا في العام المنصرم، تقول المنظمة. اعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل وتهجير لم يخل منها بلد واحد في المنطقة. فعام 2014 شهد ارتفاع عدد اللاجئين السوريين بسبب الحرب ليبلغ 4 ملايين لاجئ، تحتضن دول الجوار حوالي 95% منهم، كما لقي ما يزيد عن 3400 لاجئ حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، معظمهم من اللاجئين السوريين. عام 2014 شهد أيضا تراجعا حادا في الحقوق العامة والحريات بتضييق الخناق على المعارضين وسجنهم، كما كان الأطفال من أكبر المتضررين في الحروب التي شهدتها المنطقة. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية يرسم مرة أخرى صورة قاتمة لواقع الحريات وحقوق الإنسان في الدول العربية، واقع مرشح لمزيد من التدهور مع ارتفاع وتيرة عمل العنف واستمرار الحروب والصراعات الطائفية في المنطقة. جمال عز الدين للتلفزيون العربي من مقر منظمة العفو الدولية لندن.